واش ما نقدروش نحطو كل واحد فينا يحط راسو في بلاصه هذاك السيد طريقه باش مات؟ عنده 31 عام تدي قدو في العمر، يعني باقي ما بديتش حياتي، باقي ما بديتش احلامي، باقي يعني حطيت راسي في بلاصتو. علاش ما نقدروش كنا نحطو راسنا في بلاصتو؟ علاش ما نقدروش حنا كنا نوقفو وقفه وحده قدام المخزن ونقولوا الحقره لا، الحقره لا، اعوان السلطه المخزن خصهم يتحاسبوا. عافاكم الله يخليكم، خلينا نديرو يد في يد كلنا ونجيبو لهاد السيد حقه. نتوما ساهل تضامنوا مع سعد المجرد، ساهل تضامنوا مع خرباقة اكوش دغوات، والحاجه اللي كتعنينا، الحاجه اللي كتقيسنا حنا ما تضامنوش فيها. انا بغيت نعرف غير واحد الحاجه، واش حنا ماشي انسان؟ واش حنا زعما ما نستحقوش نعيشوا بكرامه ونعيشوا بخير في بلادنا؟ ما نشيطوش في بلادات الناس؟ واش حنا اللي بنحسوا براسنا باننا فعلا حنا انسان مخلوق بحالنا بحال الناس الاخرين؟ خاصنا نخرجوا من بلادنا نمشيو عند بلادات الناس. واش حنا عمرنا ما غادي نفيقوا ونقولوا راه ما بغينا حتى شي حاجه، راه ما بغينا لا نكونوا خدام الدوله، ما بغينا كريمات، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا الكرامه، بغينا عباد الله، بغينا نكونوا اكثر حاجه. بون سمحوا لي الكونيكسيون ماشي مزيانه، حيت انا في الطريق، ولكن كنحس بالطوب ديال الحقره. انا يقدر هاد الحقره اللي كنحس بها دابا ما حسيتش بها فاش تجبرت نخوي بلادي ونخلي داري ونخلي عائلتي، ما حسيتش بها فاش العالم نض ضدي على قبل فيلم وعلى قبل حاجه انا ما درتهاش بيديا. انا ماشي اللي باني الكباريات، وماشي انا اللي كندير السياحه الجنسيه، وماشي انا اللي كنشد الملاير ديال السياحه الجنسيه. انا فقط ممثله خدمت واحد الفيلم، تجبرت باش نتشرد من داري، وتجبرت باش نخوي بلادي ونخلي حياتي كلها مورايا. هادشي ماشي مشكل، ما حسيتش بالحقره قد ما حاسه بها دابا. عباد الله، السيد واخد كريدي خارج كيبيع الحوت باش يرجع كريدي باش يقدر يعيش، يعيش ياكل، ماشي يعيش. حنا راه ما عايشينش في المغرب، حنا راه نقدروا ناكلوا ونشربوا وننعسوا. علاش الله يحمى لديكم قولوا لي علاش؟ علاش حنا خايبين 3 درجة؟ علاش المخزن كيحقر فينا 3 درجة وحنا ساكتين؟ شكون غيكون هاد القايد، ولا شكون غيكون هاد المقدم، ولا غيكون هاد اعوان السلطه اللي الجبروت ديالهم بهاد الطريقه هادي وبهاد الدرجه؟ عمري يقولوا لي عفاكم. لما انا بالنسبه لي، انا بزاف ديال الناس غيقولوا لي هادي ما سوقهاش واش بغات في هذا الشيء وهي عايشه في اوروبا. انا راه عايشه في فرنسا، راه كيعرفوها كل من الفنانين الفرنسيين كاملين بصفه عامه. كنبكي يوميا على بلادي، بغيت نرجع في حالي يوميا كنبكي. ولكن على قبل بنتي ما نقدرش نرجع، لان مستقبل بنتي كاين هنا، كرامه بنتي كاينه هنا. ما بغيتش بنتي تكبر ليا محقوره وتكبر بلا كرامه وتكبر بلا تعليم بلا صحه بلا شي حاجه. انني انا كل مره كنتوحش ماما، ولا كنتوحش داري، ولا كنتوحش صحابي، ولا كنحس بالحقره ديال الغربه، نقول حسبي الله ونعم الوكيل في المخزن المغربي. كندخل المغرب وما كنخافش، كندخل وكنعرف، انا عارفه واحد النهار غيديروا لي شي قالب غيصيفطوني بيه للحبس، جو سوي سيغ. انا عارفه هادي غادي توقع واحد النهار، انني ما كنسدش فمي وكنهضر، وكلشي كيقول لي لبنى سدي فمك ودخلي لسوق راسك. ولكن والله ما نسكت، والله ما ندخل لسوق راسي. وحق الله الا بارك علينا من الحقره، وحق الله الا بارك علينا. حتى حنا بنادم، حنا انسان، حنا بغينا نكونوا بخير في بلادنا. اي بلادنا زوينه، هو هي حنا شعب.